طيب كيفها زان؟ كيف بدك ياها تكون يعني؟ جاوبيني وبلا هاللف والدوران. رح تكون منيحة. أنت بس أعطيها مهلة كم يوم؟ رح أجي شوفها لما تكون جاهزة. إيه؟ بس حالتها كتير سيئة ومانا منيحة. هي عم تبكي، تعرف كان عرسها بعد 3 أيام. الموضوع مو بهالسهولة. كمان الرجال اللي بتحبه. بس لا تقلق، رح ساوي اللي بيطلع بإيدي. ساوي كل شيء، المهم تقنعي هازال تتزوجني بأي طريقة. كان المفروض تفكري بهالشيء قبل ما تجيبيها لعندي. اثنيناتنا اللي رسمنا هي الخطة، لازم تتعاوني معي. مع هيك بتنتبهوا منيح. الوضع كتير سيء فورال. شوفي، في حدا قوص على عزيز توبراك وتصاوى بالرجال اللي معه. ايه كتير حلو هاد الخبر، بس هنن رح يحملونا المسؤولية خاصة لإلك. طيب شو بدك يعني أعمل؟ فيك تاخد الأمور بجدية شوي؟ شو بدك أمي؟ ما عم بفهم عليكي. إذا أجا لحتى يحاسبني بقول له أنا ما دخلني ومننتهي. على الأغلب نسيت لقائك الأخير مع عزيز. أنا ما نسيت أي شيء، بس الظاهر أنت نسيتي اللي قلت لك يا. أنا ما خبرتك؟ عزيز ما بيقدر يساوي لي شيء. طالما هو ما عرف لسه باللي صار مع ناز، مستحيل يقتلني، وحتى رح يساوي كل شيء لحتى يخليني عايش. أنت مو معقول، وكل هالراحة يلي أنت فيها ما عم أفهمها أبدا. بتشوفوا مين الرجال اللي رح تتزوجوا هازال، وبتلاقوه فورا وبتبعتوا لي خبر. ما بدي أي حاجز بيني وبين هازال. على راسي. بابا، إذا خبرت أمّا وقتها مننتهي. لا لا، أنا حلت الموضوع، بس بكل الأحوال نحن لازم نكون منتبهين. رح تتزوج فورال بيك؟ طبعاً رح تتزوجه بابا، ليش في حل تاني؟ إن شاء الله تبطل عناد وتقبل تتزوجه. رح تتزوجه لا تقلق، رح تنفصل عن كينان يا بابا وتتزوج فورال. إن شاء الله يا بنتي. فورال بيك، ليش هيك ساويت؟ كيف بتغامر وبتجي لهون؟ كان لازم اجي وشوف هازال. هالشي ما بيصير. انت رح تقليلي شو بيصير وشو ما بيصير؟ بس فورال بيك، الاتفاق ما كان هيك ابدا. انت كيف بتقدر تساوي هيك بهازال؟ مو قلت الموضوع رح يكون اكله بس؟ هلا انت جاية تحاسبيني يا بنت؟ ايه بحاسبك. ايه بتحبي ذكرك؟ انت اللي رسمتي هاي الخطة. اسمع، أنا من وين كنت رح أعرف إنه هيك رح يصير يعني؟ خلاص انسي، ممكن تروحي وتنادي لهازال؟ ولا بروح أنا على البيتها؟ فورال بيك وقف، صدقني هازال مانا منيحة، حاولت تنتحر وتشنق حالها. شو قلتي؟ الوضع اللي عم تعيشه بالنسبة إلها أسوأ من الموت. ليش كذبتي علي وليه؟ مو انتي اللي قلتيلي انها مبسوطة؟ ليش خبيتي عني وما خبرتيني اه؟ شو بدي اعمل؟ لو خبرتك كنت اجيت على البيت وكانت الامور تعقدت. ولك الله يلعنكم كلكم. انا عن جد ما كان بدي يصير هيك شيء. بس اعطينا شوية وقت. هازال حتوافق ما هيك؟ حتوافق، بس مو بهي الطريقة، بدها وقت. لهيك اهدى. معناتها أنت بتساوي يلي مطلوب منك، لأنه أنا إذا فتت على الساحة ساعتها ما حدا رح يكون مبسوط. أنا جاهز ساوي كل شيء، بس أنتو ما عم تساوي لي شيء.